خروف يا أهلا. بلشنا بمواد بدائية طبعاً، ما كان في مقاعد، ما كان في عنا يعني وإلى أي وسيلة يعني تساعدنا أن نقدر نساعد الطفل لحتى أنه نمحي الأمية أو نمحي يعني بتعرف المدارس النظامية ما كانت تستقبل أعداد من الطلاب بسبب نقص الوثائق الرسمية، أو يعني المدارس كانت كمان مستهدفة للقصف. فنحن يعني اضطرينا انه نشوف المكان، هو بيت طبعا عدة طوابق، اخذنا الطوابق الارضية وعملناها مدرسة. وطبعا بداية الامر كثير واجهتنا صعوبات انه ما كان في ابواب شبابيك، يعني بتعرف المناطق هي يعني كلها مستهدفة كانت، يعني كان نفس بالمواد التعليمية او الاساليب كثير.